متتبعي قناة أنفاس بريس، مجموعة من النقابات على قطاع سيارات الأجرة عبرت على الغضب ديالها والسياء ديالها خلال الأيام الأخيرة، لدرجة أنها أشهرت ورقات الاحتجاج يوم الأربعاء 25 مايو 2022. علاش هذه النقابات غاضبة من جديد؟ وشنو الأسباب اللي أدى إلى التفكير في تنظيم وقفة احتجاجية على صعيد مدينة الدار البيضاء؟ أش نشوفوا أش قالوا بعض هذه النقابات هذه؟ علاش هذا الغضب من جديد؟ وهذا الغضب بالفعل السي أحمد ناتج على يعني على الوضع اللي كيعيشه قطاع الطاكسي، قطاع سيارة الأجرة بالمغرب يعيش وضع منذ يعني غير غادي نحدوها منذ 2020، يعني منذ الجائحة كورونا، وهو يتقلب ويعيش في أزمات اجتماعية واقتصادية. جات حكومات يعني ما حلتش الإشكال، الحكومة الحالية زادت في يعني جات وزادت من تأزم الوضع، يعني زيادة في المعدات المحروقات، كذلك الغلاء المعيشي، الناس ما بقاش لاقية فين تخدم، منافسة غير شريفة مع عدد واحد العدد ديال الوسائل ديال النقل، إكراهات يعني اللي زاد من الوضع كذلك هو القرارات الأحادية ديال وزارة الداخلية ولا الوزارات الأخرى، وزارة النقل. يعني هذه القرارات ما كانش فيها استشارة، ما كانش فيها مشاورات، ما كانش اجتماعات، وهذا أمر ما غنقولوش غفلة الحكومة ولا وزارة الداخلية، وإنما لاحظنا على أنه أمر متعمد، يعني الإصلاح ما كيكونش بهالطريقة. شنو هذه القرارات؟ وانزلت دورية وزارية يعني من بعد البلاغ الرسمي ديال وزير النقل اللي كيحدد الشروط ديال تجديد بطاقة البطاقة المهنية، وهذه البطاقة المهنية بطبيعة الحال هي موضوع خلاف بيننا وبين الحكومة ووزارة النقل، يعني ما يمكنش ما كانش ضمانات، يعني ولينا تنطالبوا اليوم أن البطاقة المهنية ولينا رافضينها، يعني عموم المهنيين على الصعيد الوطني رافضين البطاقة المهنية لهذه الأسباب، يعني الضمانات اللي مفروض أن الحكومة خصها توفرها اليوم، كذلك نتج عليه القرار السيد وزير الداخلية والدورية الأخيرة 444 اللي في الطيات ديالها غنعيشوا أزمات، في الطيات ديالها كاين اللغم ما كاينش توضيح، إيه غنقولوا بأن الاستغلال فيه المهنية، راه ماشي هاد الدورية هي اللي دارت المهنية، راه 2008 الدورية 108 راه حدات شكون اللي غادي يكري وشكون اللي غيستغل المأذونية، هم المهنيين اللي تيتوفروا على البطاقة المهنية وعلى رخصة الثقة. يعني هاد الدورية 444 لم تأتي بالجديد وما نصفاتش السائق المهني، هذا باش نوضحوها، بالعكس أنها زادت وغادي تستقوي علينا يعني أصحاب النفوذ وأصحاب الاستثمار. يعني هناك تغليط، هناك اللي غيستغل السائق المهني المزاول وكذلك المعنوي، يعني ملي غتولي عندك منافسه داخل القطاع بالشركه ما نقدرش ندير شركه، هناك سائقين مهنيين نتحدى ان شي سائق مهني غادي يدير شركه، وهذا هو اللغم. اذا هناك اشياء كذلك ان الاستغلال حدد غير رخصه الثقه ما عطاش دواء الحقوق، ما زلنا كنكرسوا عاود العمل بالكريمه وهذا الريع. اذا يعني ما كاينش توجه ديال تحرير القطاع. اليوم كنقول للسيد وزير الداخليه خصنا جديد، يعني نقولوا رخص للسائقين المهنيين المزاولين، بدون اننا ما نحسوا بانه راه كاينه قيود ديال الاستقواء وديال الاستعباد باش نكونوا محررين، لان البنيه ديال القطاع الطاكسي ما كايناش فيها ملائمه، ما يمكنلاش غادي تجاوب مع هذه المقررات اللي قلت انا في هذه 444 كدوريه فيها لغم خطير، وهذا الشيء رفضتنوا ليه السائقين المهنيين والمهنيين بصفه عامه على الصعيد الوطني، وهذا هو سبب ديال الاحتقان والاحتجاج اللي انتم كيف ما عشتوه معنا والبلاغ ديال الاربعاء 25 مايو 2022. بعدا بان ما كانش باب ديال الحوار مع الداخليه، ووزاره الداخليه كدير واحد القرار يعني تقريبا احادي، كنجمع واحد ثلاثه النقابات هما اللي كيستشروا معاهم، بمعنى انه راه كاين نقابات كثار اللي كيمثلوا المهنيين، وخص يكون واحد الحوار، ما تخرج بواحد القرار ولا شي مذكره تتستشر مع المهنيين ونشوفوا الطريق الصحيح اللي غادي اللي ما غاديش تمس لا بالسائق ولا بالمستغل، ونكونوا خارجين بنتيجه تكون حسنه. هي السبب كيف كتعرفوا كاين المذكره الوزاريه 444 والمذكره الوزاريه اللي خرجت قبل منها، هي مذكره خرجت بطريقه انفراديه، هي ما كانتش فيها هذيك المقاربه التشاركيه اللي هي قاريد ديال الدستور المغربي، ان اهل مكه ادرى بشعابها، يعني حنا ما كناش شركاء في صياغه هذيك المذكره، والاقتراحات ديالنا ما تخذتش بعين الاعتبار من طرف وزاره الداخليه في صياغه المذكره، وهذه المذكره نتمن بعض البنود فيما نرى ان بعض البنود فيها اجحاف واجحاف كبير بالنسبه للسائق
ولا المستغل ديال قطاع سياره الاجره. شنو الحوايج اللي ما عجبتكمش في المذكره تاع بالنسبه للحوايج اللي ما عجبتناش في المذكره؟ الطريقه ديال التجديد ديال رخص الثقه والشروط اللي توضعات من اجل تجديد العقود ديال الاستغلال. كاين تقريبا شي ثلاثه ولا اربعه ديال البنود اللي هي مجحفه، يعني بنود لا تخدم مصلحه السائق المهني. احنا مع تكريس المهنيه، ولكن تكريس المهنيه هي ان المأذونيات يتسلموا للسائقين والرخص ديال الاستغلال ديال سياره الاجره يكونوا من نصيب السائقين، وتكريس المهنيه هي ان السائقين اذا كان غيكون شي جديد ديال رخصه الثقه يكون مرتبط بدفتر التنقيط، يعني شكون هو السائق الممارس. السائق المزاود من حقه انه تجدد ليه رخصه الثقه بغض النظر على مكان السكن ديالو، سواء يكون ساكن في سطات ولا يكون ساكن في برشيد، يكون في مكان فهو من حقه انه يستافد من تجديد ديال رخصه الثقه، وكذلك تجديد العقد، ذاك العقد اللي كيربطو مع صاحب المأذونيه. وكنطالبوا باصدار قانون منظم للقطاع، هذه سنوات وحنا كنراسلوا وزارة الداخليه ورئاسه الحكومه من اجل اننا نخرجوا بواحد القانون منظم للقطاع. واخر اقتراح كنا حطيناه لوزاره الداخليه هو انه تكون ايام دراسيه مع التمثيليات المهنيه قطاع سياره الاجره، من اجل ايجاد واحد البلاتفورم، يعني واحد الارضيه اللي نخدموا عليها باش نخرجوا واحد القانون منظم للقطاع اللي هو يكون منصف للمهنيين ديال قطاع سياره الاجره. باقي قضية صرف الدعم اللي خصصه الحكومة لمهني النقل الطرقي، تثير مجموعة من الجدات في صفوف مهني النقل خاصة سائقي سيارات الأجرة، اللي تيقول البعض منهم أن الحكومة خاصها تعيد النظر في طريقة صرف هذا الدعم باش يستافدوا منه جميع السائقين وبدون استثناء. الحكومة تقول بأن يعني حاطة بعين الاعتبار السائق المهني وخصص واحد الدعم جديد اللي غتصرفوا لكم، علاش أنتم يعني البعض منكم رافض هذا الدعم هذا وطريقة صرف الدعم؟ وبالفعل هو الدعم ماشي دعم، هو إعانة، بحال كما في 2020 حكومة سعد الدين العثماني دارت لجنة اليقظة الاقتصادية وصرفات واحد الدعم، دوزت مسألة وقت ونعسات مشات هذيك اللجنة ما عرفناش شنو. حنا ديما كنعيشوا هذه الأحوال، كيتم إحداث لجنة بمقررات حكومية وقانونية وما كنديروش لا تقييم، ما كتعطيناش تقرير فين وصلات شنو يتصرف. حنا اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها الحال عليه، وهاد الاعانه فعلا مشات يعني بفكره ديال اننا غادي نمتصوا الغضب بهذه الطريقه وغادي نسايروا، ولكن هذا غير ليس بحق، لانه التكلفه ديال هذا الامر ديال الغازوال وهذه الزياده اللي كيؤدي التكلفه ديالها هو السائق المهني، واليوم السائق المهني كاين اللي استفاد كاين اللي ما استفادش، هذا اشكال خطير. وهو الاخ دابا هو وقع واحد الخلط، دابا هي الدوله عطت يعني دعم قولوا اعانه وصافي المحروقات اللي غادي في ارتفاع، انما هي خصت السياره العربه، هي خصته العربه، بينما العربه راه فيها جوج ديال الشيافر. دابا ذاك المستغل للسياره في سميته هو اللي كيستافد، الا كان هذاك المستغل كيخاف الله راه كيشديك البركه كيقسمها على جوج الشيافر اللي عنده او لا ثلاثه ولا على عشيفور، اذا كان حتى هو خدام كيقسم معاه هذيك البركه، يعني 1600 راه كياخذ هذاك المستغل 800 درهم وكيعطي الشيافر 800 درهم. هذا هو وقع واحد الخلط، لانه اكثريه ديال الشيافر ما استافدوا شيء، ودوك مع كنقولوا معلمين شكار عنده بزاف ديال السيارات جمعوا الحصيصه كامله وخلاو الشيفور بتكرا، بان الشيفور هو اللي كيدير المازوط، هو اللي كيخدم، هو اللي كيدير المازوط، وما هذاك معلم شكاره كياخذ الرصيطه ديالو كياخذ ثاني حتى الدعم. هذا هو اللي جعل واحد الغضب بين المهنيين السائقين.